وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد حسن بوخماس، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. أهلا بك. بداية، من قام بخرق الهدنة وعدم الالتزام بها بهذا العمل الغادر لم يراعي مصالح الجمهورية اليمنية في المنطقة وجهود إحلال السلام، كيف تصف هذا العمل العدائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. بداية، نرفع خالص التعازي والمواساة إلى جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وإلى أهالي الشهداء، وإلى شعب البحرين الوفي في استشهاد ضابط وفرد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين، مع الذي يعني الذين يؤدون واجبهم الوطني المشرف للدفاع عن الحدود الجنوبية للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. ومن هذا العمل الإجرامي الغادر يأتي في وقت توقفت فيه العمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن، والسعي لحل الأمن والسلام في المنطقة من خلال الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعيا لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل. طبعا بلا شك نؤكد على ما تم طرحه خلال تفضل جلالة الملك المعظم بزيارته إلى القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين، وما تمت الإشارة إليه خلال الاجتماع. في حال كان الحوثيين يستنكرون في من قام بالعمل الإجرامي الغادر طبعا خلال الهدنة الأممية، فمن الواجب عليهم تسليم من قام بذلك للتحالف العربي ليأخذ القانون مجراه. وبقدر الألم الذي عبر عنه الشعب البحريني، إلا أننا نؤكد بأن كل التضحيات والعطاء والبذل لشهداء الوطن سوف تبقى محل إجلال وإكبار وافتخار من الشعب البحريني الذي قدر عاليا كل التضحيات التي طبعا يقوم بها الأبطال وكل الرجال المخلصين الذين جادوا بأرواحهم الزكية الطاهرة سبيل وطنهم في ميادين البطولة والفداء خلال أداء واجبهم السامي المشرف لتظل راية الوطن شامخة. طبعا كما يعني نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، ونقدر الجهود الكبيرة التي تقوم بها الخدمات الطبية. سؤالك يعني بلا شك الاعتداء الغادر أثناء طريان الهدنة الأممية ووقف إطلاق النار من قام بخرق الهدنة طبعا وعدم الالتزام بها لم يراعي مصالح الجمهورية اليمنية في المنطقة وجهود إحلال السلام. هذه يعني ما يقول يعني أن تم هناك الهدنة موجودة، لكن الحوثيين طبعا بلا شك أن هذا الاعتداء هم الذين سببوا شرخ في هذا الهدنة. فإحنا طبعا نتمنى لأهالي الشهداء يعني طبعا نعزيهم وكل احترام وجلال لإخواننا اللي مصابين. نعم. سعادة السيد حسن بوخماس، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا لك.